نسمع قصص من دي كتير. احنا عندنا سبيند باتل هنلعب دلوقتي ونسأل يلا أسئلة، بس عايزة صراحة اوكي يعني هنسأل بعض يلا واحنا هنلعب مفيش مشكلة، يلا نروح البيت بس. يا لا لا هنروح نجوا مكان نبات فيه مفيش حاجة خطر. روحوا اقف جنب سالي علي واحنا نقف انا وانتي هنا. تعالي قربي عليا شويه. دي اللي هو هنا نسال يعني هنا نسال أوكي. وهنا لا هنا يعني ده اللي يتسال تمام وده اللي يسال ده اللي يسال. ربنا يستر. نوها تسال علي. انا هسال علي. خليني افكر لك في سؤال قوي كده. ايه الحاجه اللي بتبقى نفسك تقولها وخايف تقولها؟ اشمعنى او ليه؟ يعني ما بحبش دايما ما بحبش حد يفرق ما بيني وما بين حد. اللي هو ليه اخويا يرجع متاخر وانا ما ارجعش؟ اخوك اكبر مني. ليه مثلا اخويا يبقى ليه حريه اختيار في حاجات كتير وانا ماليش الحريه دي؟ ليه اخويا يبقى او مش شرط اخويا عامه ليه يبقى كل ليه واحد ليه صاحبي مثلا؟ يعني ليه ما يبقى يعني كل واحد يبقى ليه حريته بالليمتس بتاعته بالرولز او ايا كان. طب عندي سؤال. لا لا انا عايزه اساله حاجه أكيد. على الموضوع ده نحاول نفهم، احنا عايزين نفهم بعض. طب انت مش عندك صحاب كتير؟ اكيد. مش ساعات بتعامل واحد صاحبك مختلف عن واحد تاني على حسب شخصيته؟ اكيد. صح؟ طب انت ليه بتفكر فيها ان اهلك ما بيفكروش بنفس الطريقه؟ يعني ممكن يبقى اخوك عنده حاجه في شخصيته معينه هم شايفينها فبيدوله ده، بس انت كمان في حاجه تانية انت بتاخدها زياده هو ما بياخدهاش. اكيد. بس لو قعد معايا واقنعني بده انا ما عنديش مشكله. يبقى هي دي نقطه تانية نفس النقطه اللي هي النقطة. انك انت تبقى مقتنع بنفس النقطه اللي هي الاهالي دايما بتقول هو كده هو كده هو كده كده. انا اتفضل اسال بقى. ده عيبه. المشاكل اللي مثلا بتواجهها مع اولاد حضرتك اللي هو مش عارفين تفهموا بعض فيها، او البوينت اللي هو خلاص انا مش عارف اوصل لك اللي انا عايزاه وانت مش عايز تفهم، حضرتك بتعملي ايه في الموقف ده؟ والله بص بحاول ان انا اقنعهم، مش العكس بقى يعني. انت بالنسبه لك دلوقتي العكس. انا اولادي اكبر منكم فبحاول ان انا اقنعهم بوجهه نظري، بس هما شايفين ان انا قديمه جدا. اوكي انا اسال سام. اوكي خلي بالك بقى لان انا وياك لك علانيه. لا فاهم ايه كتير ده. طيب سما، لو انت عندك بنت ايه الحاجات اللي اهلك النهارده بيعملوها معاكي هتقولي لا انا مش هعمل كده مع بنتي وليه؟ صح. ايه اللي وايه الحاجات اللي هما بيعملوها وهتبقي هي دي هتتمسكي بيها وهتفضلي بتعمليها؟ هتمسك بيها ماشي. ايه الحاجات اللي مش هعملها؟ اولا ان انا اكون اوفر بروتكتيف، انا هسيب لهم الحريه عشان يعتمدوا على نفسهم. يعني دي اول حاجه. ثانيا العصبيه، ما بقولش انا مش هتعصب خالص لان اي حد عصبيه اصلا يا سامي. لا انا مش عصبيه والله. انت عصبيه؟ انا بارده. مش عصبيه، انا بارده جدا. اوكي كملي. بتوتر بس بارده مش متعصب. ماشي. بس اكيد ببقى مقدره ان هما في ضغط الحياه اي حد بيتعصب، بس ايه ممكن مش هبقى بنفس درجه عصبيه ماما مثلا. انا مش عصبيه قوي زيها. انا شايفه كده دلوقتي لكن لما تكبر. لا اختلاف شخصيات، ماما عصبيه اكتر مني. انا كلنا قلنا الحاجات دي والله العظيم. أنا احنا مختلفين بس انا هقول الجمل كنا بنقولها واحنا صغيرين. احنا مختلفين، انا غير، انا عمري ما هعمل كده. لا انا فاهمه، انا شفت ده ترك 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 ترك، تلاقي نفسك كوبي بيست من مامت. لا بحس اصل انا عارفه انا هتعصب. انا اصلا لما بتضغط ممكن اتعصب مثلا على واحده صاحبتي يحصل بينا شد عشان حد فينا مضغوط، فانا عارفه ان اكيد هيبقى في عصبيه، بس هحاول ان انا ايه اقللها شويه. وهحاول ان انا مثلا لما يحصل خناقه اسيب لهم فرصه هم كمان يهدوا. يعني مبدا لو انت صالحيني دلوقتي عشان انا مامتك، لا هسيب لها فرصه تهدى وتفكر وتعرف انها مثلا غلطانه او مين غلطان ونتكلم. لكن الكلام بتاع نفس النقطه او حتى لو انا ممكن افكر بس في نفس الوقت اللي هو لازم نتصالح دلوقتي، دي بتوترني اساسا. لو ماما سيبيني كده ممكن برضه نرجع لنفس البوينت. طب انا رايي سامر عليه. تعالي هنا، تعالي تعالي انت جنبي بقى علي. تعالي خلينا احنا ضدهم. يلا تعالوا بقى. ايه ها انا اسف. احنا عارفين انت كنت موديل. لا عمري ما كنت موديل. مش عمري ما مكتوبة على جوجل ان انا كنت موديل. عمري ما كنت موديل. او عامة فكرة لبس وميس ايجيبت وكده، كان ايه رد اهلك عليها؟ او كان ما كان في مشاكل عنها او لا. رفضها او كده؟ لا لا خالص بالعكس. يعني انا بابايا الله يرحمه كان بيشوف ميس ايجيبت ميس يونيفرس في التلفزيون، وكان يقعد يتفرج كده يقول ياه نفسي حد من البنات يبقى كده. فلما رحت كان الله يرحمه توفى خلاص، فوانا واقفة اون ستيج في ميس يونيفرس بقى
كنت حاسه ان هو لو ابويا كان موجود كان هيبقى مبسوط جدا. يعني عمرك ما حسيتي ان مثلا ان انكل الله يرحمه ما كانش بيوافق خالص على لبس معين او لا ايا لا كان؟ لا 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 لا. طب الحمد لله. لف انت بقى. مين؟ مش موجودين الاثنين. مش عارفه. يعني اصل دي بالظبط ممكن نعملها كده. ماشي. اوكي. انا أسأل. عمرك انت اللي هتساليني طيب. ربنا يستر بقى. حاولتيها؟ اه. ايه اكتر مره حضرتك حصل موقف بينك وبين اولادك وبعدها حسيتي ان انت اللي غلطانه وندمانه بس لا انا هكابر مش هقول؟ ايه ده حلو قوي السؤال ده. حلو حلو. يا ريت الولاد يبقوا بيتفرجوا معانا في الشغل. الحمد لله هعرف اكونتاتهم وهيتفرجوا. حسيت ان انا غلطانه او بس مكابره بقى لو مش هقول مش هعترف. بصي في سفر مثلا يبقوا عايزين يسافروا ويكند مع اصحابهم انا بخاف عليهم هما مش شايفين كده يعني وكذا مره وقفت في طريق ان هم مثلا يطلعوا رحلات كامبينج دايفنج الحاجات دي بخاف عليهم. ايوه زي ماما. فكانوا يعني زعلانين مني وكنت بعد كده بحس بذنب ان انا ما اديت لهمش الفرصه دي.